ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، مرحبا بكم هنا في استاد البيت في مدينة الخور، حيث المواجهة الثانية من منافسات بطولة كأس العرب من الدور ربع النهائي. قبل بداية اللقاء أقسم القطري لمن رفع السماء ومن نشر الضياء بأن يدافع عن بلده ويعمل لأجل رفعتها وحضورها بين الأمم، ورد الإماراتي لأقسمنا أن نبني، نعمل نخلص مهما عشنا، نخلص دام الأمان. وعاش العالم يا إمارات. اليوم في مظهر آخر وفي حضور كبير هنا في استاد البيت وفي مشهد جديد لكرة القدم العربية، ومن خلال هذه الاستضافة التي تثبت بأن العربي قادرا على صنع المستحيل وتحقيق الإنجاز من خلال أن يجمع شمل العرب كلهم في بيت واحد في هذا البيت الكبير في استاد البيت المونديالي، على أمل أن يجتمع العالم، كل العالم بعد ذلك في قطر بحول الله عندما تعلن صافرة بداية وانطلاقة بطولة كأس العالم من نفس هذا المكان بعد تقريبا سنة من الآن، وبالتحديد في نوفمبر من العام القادم 2022، ليواصل العربي الخليجي إبهار العالم وعلى المستوى الرياضي يظهر في أكبر المستويات. والحضور الكبير جدا من خلال الاستضافة والتنظيم بعقليات عربية سبقتنا كلنا. الإمارات عندما استضافت كأس العالم للشباب وتواصل استضافاتها لكأس العالم للأندية، السعودية أبهرت العالم في جائزتها، العالم كل العالم بمقدرتها على استضافة أكبر الأحداث العالمية، وتجمع العالم كله في هذا المكان اليوم هنا في الدور ربع النهائي. قطر التي لفتت الأنظار خلال الأيام الماضية من خلال هذه البطولة بالتنظيم والحضور والجمهور والملاعب المونديالية الكبيرة، تواصل منتخب موريتانيا كرة محاولة أمامية ملعوبة لمصلحة المنتخب الإماراتي. الشيخ والمحاولة الشيخ والكرة ملعوبة، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. علامات تدل على استجابة الدعاء والفرج إن شاء الله في المنام. الدعاء تحت المطر. 2، الوقوف تحت المطر، الإنسان يشوف نفسه إنه واقف تحت المطر. 3، البكاء والدعاء إلى الله عز وجل بتحقيق الأمنية، من العلامات اللي هي بتدل على استجابة الدعاء. 4، الدعاء بصوت عالي. الإنسان لما يشوف في منامه إنه بيدعي بصوت عالي ده بيدل على اقتراب استجابة الدعاء بأمر الله عز وجل.